صح، عنوان رولا وماريو يلتقطان ثنائيان الكوميديان رولا الشامية التي كانت من فريق برنامج ما في مثله، والذي توقف أمام شاشة ام تي في مع ماريو باسيلي للمرة الأولى في هذا العمل الكوميدي الذي يحمل اسمهما والذي سيبصر النور في نادي سكاي بار الليلي. وسيقدم هذا العمل الكوميدي بطريقة مختلفة عن الأعمال التي عرفها الجمهور في الأعمال المسرحية الكوميدية، وباتت أشبه بتقليدية والتي كانت تخصص مساحة واسعة للسكتشات السياسية الساخرة أو لتقليد السياسيين والفنانين، إنما ستكون فكرته جديدة ومستوحاة من زواج ماريو الباسل ورولا شامي اللذين سيحتفلان معا بصخرة عرسهما مع الزف والموسيقى الراقصة والأغاني التي تقدم في الأعراس. سينضم إلى العريسين كل من الممثل الكوميدي شادي مارون الذي ستكون له مشاركة في هذا العمل مع أسماء أخرى، وماريو باسيل وقف إلى جانب زملائه الكوميديين لثاني 12 مرة في عرض كوميدي استثنائي ضمن مهرجانات الأرز الدولية لعام 2019 بعنوان سمايل لبنان. وكانت هناك لوحة وطنية مليئة بالتفاؤل والفرح والأمل، أعادت رسم البسمة على وجوه اللبنانيين. أما رولا شامية فقد أثارت مؤخرا جدلا واسعا على خلفية اتهام زميلها الممثل ومقدم برنامج عادل كرم بحذف مشاهدها في مسرحية ستاند أب لا يمل، وأشارت إلى أن جماهيرية مقدم البرنامج اللبناني هشام حداد تتخطى جماهيرية عادل كرم، الأمر الذي استدعى ردا من مخرج عمل لا يمل ناصر فقيه الذي انتقدها بشدة من دون أن يسميها، نعتا إياها بلا أصل على حد تعبيره في تغريدة له، فهم أنها هي المقصودة بها ومما كتبه فقيه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.